ما حدا حياته بتخلى من الحب، أو بالأحرى بتخلى من وجود حبيب، وطبعاً شعور الحب ما له قاعدة ثابتة ولا مقياس ثابت، لكن في إشارات ودلائل بتأكد للشخص وقوعه بالحب حتى لو كان رافض هالفكرة وعم يحاول يبعد عن الحب نتيجة جرح سابق أو علاقة عابرة أو تأسيس لمستقبل، لأن الحب ما بيهتم لكل هالكلام، ودخوله لحياتك بيكون بحالة الفرض بالوقت والمكان والزمان يلي هو بيختاره، وبيبعت لك الشخص يلي بيوقعك فيه من دون سابق انذار. رح نحكي نحن وياكن عن بعض الدلائل والمراحل يلي بتأكد وقوعك بالحب ومشوارك ببدايته، لكن قبل ما نفوت بالتفاصيل ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا التنبيهات لتدعمونا على الاستمرار. عشر دلائل بتأكد وقوعك بالحب، واحذر من الأخيرة. الدليل الأول، العين والنظرات الخاطفة. من أولى دلائل الوقوع بالحب يلي بتكشف الشخص أمام شريكه هي العين، يعني على مبدأ والعين تعشق قبل القلب أحيانا، لأن نظرتك باتجاه الشخص بتكون غريب كتير، وكذلك نظرته إليك إذا كان الإعجاب متبادل، فمن الطبيعي جدا تحس كأنه بهالشخص في مغناطيس عم يجبر عيونك لتضل عم تتطلع عليه، وهالشي يلي رح يسبب لك إحراج، لأنه بكل مرة بتتطلع فيه وخاصة لما تكون التطليعة خاطفة وفيها حربقة بتحس بشعور غريب، وبتتمنى لو هالشخص ما يكشفك وانت عم تتطلع لتضل مخلي عيونك عليه وعم تتأمله. الدليل الثاني، اللخبطة بالكلام. أما الكلام فهون الفضيحة، لأنه عند وقوعك بالحب بتحس أنه كل شيء مصطلحات وكلمات وأفكار غابت عنك، وكأنه دماغك عمل فورمات لما شفت هالشخص، بتبطل تعرف شو تحكي، وانت من جواتك عم بتحاول تفتح أي حديث بينك وبينه، بس للأسف البعض ما بيتذكر بهاللحظة غير المصايب، بالإضافة لأنه بيغلب على كلامك نوع من التأتأة قبل كل جملة، وهالشي أمر جدا عادي بيكون بهاي اللحظة، لأنه كل حواسك عم تفكر بهالشخص، وانت عم تحكي كمان عم تفكر بكل الأشياء الحلوة يلي فيه، وبتكون عم بتفكر كمان إذا كلامك تمام ورح يلفت نظر الشخص الآخر أو لا، وكتير أمور، وهون بتكون على حافة الوقوع بالحب. الدليل الثالث، التفكير الغريب بالشخص بشكل دايم. دليل آخر على وقوعك بالحب هي بقاء هالشخص ببالك وتفكيرك المستمر فيه، لدرجة بتكون متذكر كل كلمة حكيتها أنت وياه، وكيف أول نظرة كانت منه، وكيف ابتسم، وكيف كانت نبرة صوته وضحكته، وبتتمنى لو إنك تلتقي فيه مرة تانية. وكمان هالشي عادي جدا، لأن في دراسات بتقول إنه العقل بيبدأ بهاي المرحلة ينتج المكونات يلي بتخليك تفكر بهالشخص بشكل مستمر، بتخليك تتعلق فيه مثل تعلق الأطفال بالشوكولاتة، وبتبدأ دراما الصفنات والشردات على الشخص وإنت بين رفقاتك أو إنت وبشغلك أو حتى بين أفراد عائلتك، وأكيد رح تسمع حدا عم بيقلك وين شارد لتكون عشقان. الدليل الرابع، السؤال الدايم والفضول الغريب. بعد ما يسيطر هالشخص على تفكيرك رح يصير عندك فضول كبير بمعرفة كل التفاصيل عنه، وبتبدأ بعملية السيرش عنه على الفيسبوك حتى توصل لأي حدا بيعرفه، وتصير تسأل عنه عن حياته وعن أهله وعن كل تفاصيله وعن الماضي اللي بخصه، حتى إنك بتحاول تعرف شو برجه وتشوف توافق الأبراج حتى تطمن بالك وقلبك إنه أنت وهالشخص رح تكونوا ثنائي حلو. الدليل الخامس، دقات القلب الغريبة. طبعاً دقات القلب بأول لقاء رح تكون خاطفة، وكتار ما بينتبهوا لحالهم بهاللحظة وما بتزبط معهم غنية ثلاث دقات، بس من المؤكد إنه قلبك لما يسمع أي خبر عن هالشخص رح يدق عشر دقات، ومن دون ما تعرف ليش ولا تحس على حالك، هالشي بينعكس على ملامحك، فممكن تسمع حدا عم يحكي عن هالشخص أو حدا بيعرفه، أو تطلع معك بالصدفة إضافته على الفيسبوك مثلا، هون قلبك خارج عن إرادتك رح يكون ورح يدق بسرعة، وتعيش إحساس مرهف وغريب، وهالشي بيثبت لك هون إنك وقعت بالحب. الدليل السادس، الاشتياق لرؤية الحبيب.
وهون لاحظوا إنه إلنا الحبيب مش أي شخص آخر، لأنك يا روميو زمانك أو جولييت زمانك وقعتوا بالحب. هون بيسيطر عليك شعور غريب، وهو إنك ترجع تشوف الحبيب لو دقيقة وحدة أو من بعيد، وبتحس بشعور إنك ترجع لأول مكان التقيتوا فيه وتنطره هنيك لتشوفه، مع إنك ما بتعرف إذا شفته شو رح تحكي. المهم تشوفه، هاي كل شي بتفكر فيه. ولما تتخيل إنك رح تلتقي فيه أو يكون بينكم موعد، فإنت بتكون أعلنت حالة الاستنفار القصوى ومهتم بحالك وبستايلك ولوكك بشكل كتير كبير، والدقيقة عم تمر عليك وكأنها شهر وأحياناً كأنها سنة. الدليل السابع، البادي لانجويج خارج السيطرة. طبعاً نفس ما حكينا ببداية كلامنا عن لخبطة الكلام، بس البادي لانجويج أو لغة الجسد بتتلخبط بزيادة أكتر، وأكتر شي واضح بيكون الابتسامة يلي ما بتفارق وجهك كل ما طلعت فيه، حتى لو كان الحديث جدي أو حزين ممكن تخونك الابتسامة وتظهر على وجهك، بس اوعى يكون شريكك بقمة الحزن لأنه رح تنقلب الرومانسية لفيلم أكشن. وإضافة لهالشي، ممكن كمان تصدر عنك بعض التنازلات يلي بتخرج عن إرادتك، فممكن أنت تكون حدا كتير جدي أو إلك أسلوب وستايل معين وفجأة تضطر تغير هالشي من حالك. طبعا السبب هي مشاعرك يلي صارت تتحكم فيك ويلي بتحسسك بروح الطفولة من جديد، بالإضافة للعفوية. الدليل الثامن، حب البقاء والراحة النفسية. هاي المرحلة كتار بيعتبروها أجمل مدة زمنية الإنسان ممكن يعيشها، وهي الرغبة الكبيرة بالحديث مع الحبيب والتواصل معه لو بكلمة مرحبا كيفك، المهم تسمع صوته وتحكي معه، والأهم من هالشي غياب شعور الملل عنك طالما أنتوا عم تحكوا، لدرجة رغبة كبيرة منك بالبقاء مدة أطول مع الحبيب والحديث بأي شيء، المهم تضلك معه. أما الراحة النفسية فهي بتكون عبارة عن مشاعر عميقة لا إرادية بتسيطر عليك، وبتحسب إنه ما في حواجز بينك وبين الحبيب، بالإضافة للثقة الكبيرة اللي بتحسها معه، لدرجة إنك بتحكي له عن ماضيك مثلا وإشياء صعبة عم تعيشها من دون التفكير إنه هالشخص ممكن يكون الشخص الخطأ. كمان بصير هالشخص هو الحضن الدافئ لإلك يلي ممكن تكون متضايق لدرجة كبيرة ومهموم، ولما تشوفه وتحكه تحس بقوة وطاقة كبيرة جواتك بتخليك تشعر إنك أقوى حدا بهالدنيا وقادر على إنجاز وتحقيق أي شيء ببالك. الدليل التاسع، الاهتمام. أيوة الاهتمام، يعني هون أنت صرت بمرحلة مش بس الحب اتجاه الشخص، لا كمان بمرحلة تحبب هالشخص فيك، بس بداية الاهتمام بتكون بطريقة انت ابدا مش حاسس فيها على حالك، مثل انك تحب اللون المفضل للحبيب والمكان يلي بفضله وبحبه والاغاني يلي بيسمعها، حتى لو كنت بتكرهن بتصير تحبن، وممكن هالاشياء يلي بحبها الشريك تتحول لاشياء تخصك وتحبها لدرجة كبيرة. اما الاهتمام يلي انت بتكون حاسس فيه فهو عبارة عن الفضول يلي بيسيطر عليك لتعرف شو الاشياء يلي ممكن تكون مفاجئة للحبيب حتى تجيب له اياها وتفاجئه فيها، بالاضافة للتفاصيل البسيطة والصغيرة يلي بتثير اعجابه تجاهك وبتحسسه بكمية الحب يلي جواتك. الدليل الاخير هو الدليل العاشر. صراحة هيدا الدليل بينقسم لخيارين، الأول إذا كان الشعور متبادل وهو كمان كان مهتم فيك، فأكيد أنت هون رح تبدأ تزبط أمورك وتجتهد على حالك وتخبر أهلك عن هالشخص وتدخل معه بعلاقة جدية، ونحن رح نقلك ألف مبروك. الخيار الثاني هو رفض الشخص لإلك وشعوره بأنك مش حبيب بالنسبة لإله، هون رح يكون أصعب شعور، وهالشي خلينا نحكي عنه بفيديو تاني قريبا كرمال نضل نحن وياكم مبسوطين وبعاد عن النكد. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.